والواد ده جاي وسبحان الله هي خطوه بقت جثه من الشرطه اهي وجثه اللي قتلوا اهي الاثنين ميتين من بعض. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي. تعال النهارده نشوف القضيه دي او الجريمه دي اللي حصلت في المرج محافظه القاهره، وعايزكم في التعليقات تكتبوا لي اللي عمله الشاب ده صح ولا غلط، ولو كل واحد منا حط نفسه مكان هذا الشاب هل فعلا كان هيرتكب الجريمه دي؟ تخيلوا احنا النهارده بنتكلم الشاب ارتكب جريمه وقتل، يا ترى لو احنا مكانه كنا هنعمل زيه ونقتل، ولا التصرف اللي هو عمله تصرف خاطئ وهمجي ولا يجوز يطلع من شاب متعلم؟ القضيه دي حصلت في المرج القاهره، عيله اسمها عيله مقلد. عيله اسمها عيله مقلد. العيله دي فيهم واحد حالته المادية متيسرة توفى. احنا عارفين لما يكون واحد غني بيموت بيبقى سايب وراه ايه؟ ورث، الميراث. طيب الميراث ده ليه ورثة هيورثوه؟ كل ما يقعدوا مع بعض يتخانوا، كل ما يقعدوا مع بعض يتخانوا، مش عارفين يحلوا ازاي كل وقت، ما انتوا عارفين بقى الطمع. عشان كذا ما كان يقول لك ايه؟ خلي اللي يوزع ما يورث، يعني واحد جبنا واحد وقلنا له في ورث، نقول له يا عم قسم الورث، بس اللي يقسم مش هو اللي يختار. يعني انت تقسم وبعد كده الطرف اللي قدامك هو اللي يختار، علشان ما ياخدش الحته اللي يحط حته على مزاجه، حته على ناصيه، محل في حته حلوه، عماره على البحر، مش عارف ايه، ويقول لك هاخد انا دي. لا، انت قسم، بس الطرف الثاني هو اللي ينقي. عشان نحط عضمايه على حته لحمايه على حته مش عارف ايه، ما يبقاش الكيلو كله من حته مميزه. كل ما يقعدوا مع بعض يتخانوا، كل ما يقعدوا مع بعض يتخانوا، ليهم جار امين شرطه محترم. قاعدين العيله، يا جماعه انتوا عيله واحده، يا جماعه مش كده، هيتخانقوا مع بعض. امين الشرطه تدخل، جارهم وشايف ان هم بيتخانقوا على الميراث، فدخل بيقول لهم يا جماعه في ايه؟ اما لو عيلتين مع بعض كنتوا عملتوا ايه؟ ده انتوا عيله واحده، ده انتوا بيت واحد، ده انتوا بطن واحده. يا جماعه الميراث امره سهل. هاتوا واحد غريب بره عيلة مقلد يقعد يقسم ويوزع، كده محدش فيكم هيتكلم، لكن طول ما انتوا قاعدين توزعوا مع بعض هتختلفوا. وفعلا لما يجي واحد محايد زي بالظبط في مباراة كرة القدم، لما كل فريق يقول لك لا الحكام ومش الحكام، نقول لك هاتوا حكم من بره. حكم من بره يعني من الخارج، لا يعرف سين ولا يعرف صاد، فسين غصب عنه هيوافق وصاد غصب عنه هيوافق، لانه اللي جاي من بره ملوش مصلحة، لا ليه مصلحة مع الفريق ده ولا ليه مصلحة بالفريق ده. فأمين الشرطة كان كلامه صح، يا جماعة انتوا بتختلفوا ليه؟ هاتوا واحد من بره يكون أهل ثقة، راجل محترم، كبير عيلة، قولوا له ورثنا اهو، ادي المحلات، ادي الارض الزراعية، ادي البيوت، ادي ادي ادي، ويا عم في ثلاث بنات واربع صبيان ولا ثلاث رجالة واربع زوج، وقسم. يقسم خلص الموضوع. قالوا له انت بتتدخل بينا ليه؟ وراحوا متخانقين فيه، وراح واحد راح خبطه بماسوره على دماغه وموت امين الشرطه. يعني امين الشرطه كان داخل يصلح، كان داخل يهدي الامور، كان داخل بيقول يا جماعه عيب، ده انتوا عيله واحده، ده انتوا بيت واحد واسره واحده. مات امين الشرطه. امين الشرطه عنده ابن كان في مشوار. المحمول طبعا مع الناس كلها، الناس اتصلوا بيقولوا ايه الحاج؟ واحد من عيلة مجلد فلان ابن فلان خبط ابوك على دماغه وموته. يا ترى الابن يعمل ايه بقى؟ ما هو الابن دلوقتي في موقف اتصلوا بيه ابوك اتقتل. جه الشاب، ما هم مبلغينه بالتليفون اللي ضرب ابوك فلان الفلان. طبعا في الوقت ده كان تبلغ للشرطة بوجود مشاجرة وفي مصرع امين شرطة. فالشرطة جاية والواد جاي، تخيلوا سبحان الله، الشرطة في الطريق والسرينة شغالة ورئيس مباحث المرج جاي ومعاه الشرطة كلها، والواد ده جاي وسبحان الله هي خطوة، خطوة بين الشرطة تمسك اللي قتل من الشرطة، وخطوة بين ان الواد اللي ابوه اتقتل يوصل لكده. لكن خطوة الولد اللي ابوها من الشرطة كانت اسرع. عقبال الشرطة ما جات كان في دقائق كان الولد جاب سلاح ناري ودخل في وسط عيلة مقلد في وسط بيوتهم، قال له انت اللي قتلت ابويا، وراح دب 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 موته في الحال. بقت جثة من الشرطة اهي وجثة اللي قتله اهي، الاتنين ميتين جنب بعض.
يا ترى اللي عمله الشاب ده كان صح ولا غلط؟ اكتبوا لي في التعليقات ونشوف رايكم، لان في ناس هيقولوا ايه ده راجل ذكر قتل ابوه، اما القانون بيعمل ايه واحنا عايشين في غابه؟ احنا عايشين في غابه ان كل واحد ياخد حقه بايده؟ وفي ناس تاني يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، اصل دي اتقتل في وسطهم شجره، جماعه بيتخانقوا مع بعض دخل يسلك بينهم اتخبط على دماغه، يعني مفيش سبق واصرار، يعني ده قتل خطا، يعني ده مشاجره اثناء فض مشاجره، فبالتالي يوم ما ياخد حكم الواد ده هياخد 3 سنين 4 سنين بالكتير خالص، لانه ما كانش يعني مصمم على قتله، ما كانش فيه ترصد، ما كانش فيه مراقبه لامين الشرطه، ده هو جاي يسلك بين العيله خبطوه على دماغه مات، فبالتالي الواد خد حق ابوه. ايوه طب ما دام الطرف الثاني ما كانش يقصد يقتل والدك تقتله ليه؟ يقول لك يعني لو كان ابوه كنت هتسكت؟ عايزين نعرف وجهه النظر بتاعتكم، اللي عمله الشاب ده صح ولا غلط؟ خد طرق ابوه وقتي، عارف كلمه وقتي دي؟ انت قتلت ابويا وجثه ابويا لسه ما اتشالتش اهي، وانا دخلت في وسط بيوتكم وقتلت اللي قتل ابوه. جت الشرطه طبعا فوجئوا ان الولد قتل اللي قتل ابوه، تم القبض على الشاب، الولد معترف، سلم السلاح الناري، قال لهم يا جماعه ايوه ده قتل ابويا وده ابويا جثته، وانا الناس بلغتني، جيت جاري لقيت ابويا ميت، عرفت مين اللي قتله قبل ما تيجي انتوا بخطوه قتلته وانا معترف، بقى جثتين والشاب اللي قتل، يعني القاتل الاثنين اللي قتل والمقتول. طب يا جماعه احنا كده بقينا في غابه، احنا ما بنقولش لا العين والعين والسن بالسن والبدية اظلم، ماشي، لكن في ولي امر وفي قانون، القانون ياخد حقه. يا سيدي هو ما كانش يقصد يقتل ابوك، يدخل السجن ونقعد قعده عرفيه، القعده العرفيه بتحل مشاكل كتير قوي. يا جماعه الراجل ده ابوه اتقتل، واللي قتل ابوه خد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين، معقول راجل يموت؟ يا جماعه ما قتل خطا، لا يبقى يدفع له الديه، تاخد دية ابوك، وده نص شرعي في الاسلام، لكن انت تروح تقتله بايدك احنا كده بقينا غابه. كل ما واحد يموت عنده واحد نسيب القانون نسيب كل حاجه ونعيش نقتل في بعضينا. اما السجون معموله ليه؟ والمحاكم معموله ليه؟ والشرطه موجوده ليه؟ والقضاء موجود ليه؟ ما عشان يجيب حقوق الناس. لكن لو كل واحد ياخد حقه بالسلاح وبالسنجه وبالسكينه هنمشي نتخانق في بعض ونموت بعض. يا جماعه الراجل ده كان داخل يصلح بين نفس العيلة، عيلة واحدة، لكن للأسف الخناعة على الميراث عماهم وضربوا الراجل موتوه. لكن ما يكونش رد الفعل ان انا ابني يروح ياخد طار ويضيع مستقبله، ما هو اللي قتل ده مش هيطلع براه، يعني ابن امين الشرطة ده مش هيطلع براه، ما هو التاني قتل فهياخد عقوبة، بالعكس ده الولد جايب سلاح وجاي، انتوا مش واخدين بالكم من النقطة، الولد اللي جاب السلاح ده وجاي اسمه جاي قاتل، يعني ده قتل مع سبق الاصرار والترصد، جاي من البيت جايب سلاح آلي وداخل يقتل، ده ممكن ياخد فيها اعدام الا ظرف مخفف عشان قتل ابوه، بس اسمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، لان جاي من البيت ولا جاي من المكان اللي هو فيه وجايب معاه سلاح، يعني جاي وناوي يقتل، في حين اللي قتل ابوه ما كانش ناوي يقتله، دي كانت خناقه. طبعا الشاب سلم نفسه بالسلاح واعترافات تفصيليه، والقضاء العادل هيقتص منه، بس احنا نحب نعرف راي كل اللي شافونا، اللي عمل الولد ده صح ولا غلط؟ وهنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.